منطقة جوبر ضبطت واحدة من الجيش والقوات المسلحة نفقا كانت تستخدم تلك العصابات في أعمالها الإجرامية. أحد أنفاق المسلحين اللي تم اكتشافه من قبل وحدات الجيش العربي السوري نفق في منطقة جوبر، يمتد من منطقة توضع المسلحين في جوبر إلى المناطق الآمنة بجوبر. النفق بطول حوالي 400 متر، له عدة تفريعات وتشعبات تحت الأرض، مجهز بإنارة وتهوية ومراوح تهوية. تم اكتشافه والتعامل معه وقتل عدد من الإرهابيين بداخله. تتهاوى أوكار العصابات الإرهابية التكفيرية كما أحلامهم أمام عزيمة وإرادة ويقظة رجال الجيش العربي السوري. مراسل الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري جوبر.